نظام الأوبن بوك هو إحنا مش عايزين الطلبة يشغلوا دماغهم أكتر بحفظ المعلومات، ولكن أنا عايزه يشتغل أكتر على تشغيل المخ والدماغ والعقل، فمنمده بكتيب اسمه المفاهيم به الأساسيات، يعني مثلا الجدول الدوري في الكيمياء، بعض المفاهيم الأساسية اللي هو المفروض أنه هيحفظها. أنا مش عايزه يحفظها، انا عايزه سهل جدا ان هي معاه، ولكن ان هو يبدا ياخد اسئله بقى بتقيس المستويات العليا، لان انا مركز اكتر في الامتحانات على قياس الفهم، سواء الفهم السطحي او الفهم العميق والتطبيق السطحي والتطبيق العميق، وكذلك التحليل والتركيب. فانا بزوده بكتيب مفاهيم به بعض المعلومات الاساسيه اللي ممكن يوظفها في عمليه الحل وحل الأسئلة. وطبعا عندنا نظام بقى التصحيح إن شاء الله نيجي، لأنه بقى مميكن بنظام البابل شيت، وعندنا منصة قوية جدا للتصحيح الإلكتروني، وبالتالي نضمن دقة التصحيح. واللي يهمنا أكتر هو أن كل واحد ياخد حقه في هذا الإطار. عندنا أيضا منصات لتدريب المعلمين، ومنصة أيضا لأبنائنا في الخارج أن هم يمتحنوا عليها، علشان نتيح فرصة التعليم لأبنائنا اللي خارج جمهورية مصر العربية.